مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا في رحاب مسابقة جائزة العميد لتلاوة القرآن الكريم، حيث في كل ليلة سنتعرف على نخبة من خيرة قراء القرآن الذين تأهلوا ودخلوا مسابقتنا التي تنطلق باسم ورعاية عميد البيت الهاشمي أبي الفضل العباس بن علي عليهما السلام. وفي هذه الليالي المباركة سيزينون هذا المساء بكلم علي الشأن بذكر حروفه تطمئن الأفئدة وبعلم نحوه تستقيم الألسن، يدخل النفس في محاريب الهدى والأمن والسكينة ثماره في كل مدى. كما أرحب بلجنة التحكيم التي ستزيد مسابقتنا ألقاً بحضورها. أرحب بالأستاذ الجامعي والحكم الدولي الدكتور باسم العابدي، حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم. حياكم الله وشكراً لكم. أرحب أيضاً بعضو لجنة مراجعة المصاحف في وزارة الأوقاف الجزائرية الشيخ عمر بوسعدة، حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد. أستاذ القراءات العشر في الأزهر الشريف الأستاذ محمد فهم عصفور من مصر العربية، حياكم الله. الله يسلمك وبارك بعمرك حبيبي أستاذ محمد، حياك الله. ومن الجمهورية العربية السورية المنشد الدولي الأستاذ عماد رامي، أهلا وسهلا بكم أستاذ عماد. حياكم الله أخي الكريم، بارك الله فيك. ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنشد والقارئ الدولي السيد كريم موسوي، سيدنا العزيز أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم حبيبي محمد. كما أرحب أجمل ترحيب بقارئ ومؤذن العتبتين المقدستين السيد حسنيان الحلو، سيدنا حياكم الله وأهلا بكم. أهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم. على بركة الله نشرع بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم، ننصت إليها خاشعين بصوت قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية السيد حيدر جلوخان الموسوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله سبحان الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أي والله. الله 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 الله. يا رب يا رب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. يعمل في مجال المختبرات الطبية ويطبب النفوس بحسن قراءته التي أهلته للفوز بجوائز محلية ودولية في مجال التلاوة. نستمع معاً لمشاركة المتسابق من العراق أحمد جمال الركابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حياً ويحق قال القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة صارون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، بحلاوة ذكره تطمئن القلوب. المتسابق أحمد جمال الركابي، أيها الجميل بدائك، شكراً جزيلاً لكم، ومنك مباشرة إلى الجميل والحلو السيد حسنين الحلو. يا عزيزي شكراً لك. يعني أختصر الملاحظات كلها على أحمد جمال بأنه فعلاً كان عبارة عن جمال. الحمد لله. طبعاً هو مستوى أكيد أكثر من هذا اللي سامعين إحنا بالمحافل، ولكن أدى هذا الأداء. الجمهور الآن يعني اللي يتابع جائزة العميد سيلاحظ الفرق بين أن تؤدي المقامات وبشكل كامل وبصوت جميل ومتقن ومجردة، وأيضاً تؤديها بهذا الشكل وباحتراف. الاحتراف واضح على أحمد، انتقالاته خصوصاً بين الطبقات الصوتية وبين النغمات والدرجات اللي يأخذها، حتى مو في كثير من الأحيان ما يصور المقام على درجات أخرى، لا، قراءة المحترفين. هذه كلماتي لا تعني أنه أولاً بهذه الحلقة أو الحلقات القادمة أو هذه المرحلة، ولكن بشكل عام من ناحية الصوت والنغم، من ناحيتي أنا، أداء محترفين. الشيخ محمد عصفور، حياك الله حبيبي، وحيا الله الأخ الكريم أحمد جمال الركابي. وصراحة نحن نتابعكم ونتابع قراءاتكم، ومثل ما تفضل سيدنا سيد حسنين، ولعل سيدنا أنه ممكن مقام التسابق أو مقام المنافسة ورهبة الحضور ورهبة إلها تأثير، يعني أكيد إلها تأثير في النهاية، ولكن بالنهاية كان الأداء رائع جدا وموفق، وإن شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق لإلك في المراحل القادمة يا رب إن شاء الله. السيد كريم موسوي، لكم الحديث. ذكرنا بالعظام الله، يعني أنا ذكرت عبد العزيز حصان الله يرحمه، تكملة مقاماتك كانت بأحلى ما يكون، يعني رتبها بأحلى ما يكون، انتقالات صحيحة سليمة دقيقة، وأداء رهيب كان. يعني أنا أقول الرهيب ما كيف يحسبونها عليه، خلي يحسبونها، فالله يوفقك إن شاء الله. أنت تقول أدى مثل أداء حصان، شلون يأدي حصان؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الله الله، يعني الله يوفقك والله. هذا التلوين وهذه الانتقالات السريعة. نعم. الشيخ باسم العابدي، حياك الله يا أحمد. قد تكون شهادتي بك مجروحة، منذ كنت يعني يافعا كنا نلتقي وكنا نحظى بتلك الطلة الجميلة، الخلق الراق، يعني هذا الخلق الراقي الذي كنت شيخنا، وهو لا زال يافعا. ولا زال يافعا، نعم نعم، نعم. ولكن تلك النشأة الجميلة حينما كنا نذهب إلى الناصرية وتأتون أنتم بتلك الروح الرقيقة والراقية، هذه الانطباعات الجميلة التي كنتم تندفعون إلى الحالة القرآنية، ومنذ ذلك اليوم تباشير الإبداع كانت ظاهرة وبارزة منكم. الحمد لله وصلتم إلى المساحة والمسار الجيد، وإن شاء الله تتقدمون أكثر وأكثر. هذه العلاقة بين الأخلاق وبين الإتقان أمر يعني محرز عندكم، وأنا
يعني أثق بعلاقتكم بالقرآن الروحية قبل الإقرائية. جزاكم الله خيراً وأسأل الله لكم التوفيق. الله يبارك. هذا فضيلة الشيخ التطبيق العملي. نعم. خصوصاً نحن لا نريد أن نمدحه أمامه. وإن شاء الله تتمسكون بالقرآن، تنتقلون من حالة القراءة اللفظية إلى القراءة المعنائية، معاني إدراكات قرآنية، مفاهيم القرآن، حتى تمتزج حسن التلاوة بالفهم والإدراك المعرفي. الله يبارك بكم. الأستاذ عماد راني. والله لقد تشرفت بالعراق وبأهل العراق وبقراء العراق، وما شاء الله يعني أنا تفاجأت يعني ما لي عارفان، قراءة كانت رائعة وأداء رائع، والمقامات عندك سليمة 100%، الانتقال من مقام إلى مقام، وتصوير المعنى معنى الآية جميل جداً، أوفقك الله. ألا تحن علينا وأنت بمثابة جدي الآن عمراً لك يا ابني، تقدم له إنشادة لك يا ابني. خلاص حفيدك قول يا حفيدي. يعني مثلاً عمره كبير مثل تريد؟ طبعاً فوق 100 سنة، بس ولكن ما زال شاباً. نعم. هو قلب الشباب هو عم يقول 100 سنة. نعم. الله يبارك فيك يا الله. ماذا تقدم له؟ إن شاء الله أقدم لك مقطع من قصيدة. خير وبركة. رحمنك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي، فاستجب لي دعائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي. الله 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 الله. من جمال إلى جمال، ونختم بالجمال وبأحمد جمال. شكرا جزيلا لكم يا أحمد، شكرا جزيلا لكم. طالب علوم دينية إسلامية في جامعة الأزهر، والحائز على المراتب الأولى في العديد من المسابقات القرآنية في بنغلاديش. رحبوا معي بالمتسابق محمد عثمان غني من بنغلاديش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من
شيئا. إن الله غفور رحيم. أولئك هم الصادقون. قل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم
والأرض. والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي. تقبل الله أعمالكم مشاهدين الكرام. استمعنا لتلاوة طيبة ماتعة للمتسابق محمد عثمان غني من بنغلاديش. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الطيبة، وننتقل إلى فضيلة الدكتور باسم العابد. بارك الله بك. شكرا أستاذ محمد. شكرا أستاذ محمد، بارك الله بك. تستحق تلاوتك العناء من بلاد الفيضانات بنغلاديش. يقولون عندكم فيضانات كثيرة في بنغلاديش، فأنتم أفضتم علينا بهذا الفيض الجميل. تلاوتكم كانت جذابة وجيدة، وصوتكم يتحدث عنه الأخوة ليس مجال اختصاصي. في مجال الوقف والابتداء كان عندكم وقوف غير يعني ناضج وغير صحيح، فإن شاء الله في تلاواتكم المقبلة تكونون على بينة من المعاني. الله يبارك فيك. شكرا لك. الأستاذ عماد رامي، تقييمكم. أستاذ محمد عثمان، والله حيرتني أنت بقراءتك، احترت أنا. آية صح، آية تانية خطأ، آية النغمة صح، آية تانية النشاز فيها، آية يعني بدها القراءة بدها تزبيط بالتدريب، والأيام المقبلة نلاقي منك قراءة أجمل. محمد عثمان ما شاء الله أتقنت وأبدعت وأتيت بجلي وأغلب أحكام التلاوة وأصول الرواية، ولكنك تجاوزت في المدود فوق 6 حركات، بعض المدود كأولئك مثلا على سبيل المثال، وانتبه إلى كذلك إلى بعض الصفات التي ربما تخرج الحرف عن حيزه. تطيع، همست التاء حركة التاء وزدت، همست حركة الطاء كذلك، فهذا إن شاء الله لن يكون في القادم إن تأهلت بإذن الله تعالى، ستكون أحسن إن تأهلت إن شاء الله تعالى. نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. السيد كريم موسوي. أنا أقول أن كملها يعني عماد، فأشار حكي على مدى مساحة الواقع الصوت يعني. أستاذ صوت جميل، عرب أجمل، ولكن يعني عدم تركيز بأداء المقامات، فالله إن شاء الله سبحانه وتعالى يعين أكثر يا رب. الشيخ محمد عصفور، الله يسلم، حياك الله حبيبي، حيا الله الأخ الكريم محمد عثمان، أحسنتم وطيب الله أنفاسكم. ولا أزيد عن إخوتي الكرام وعن أستاذنا الدكتور عمر، وكما تفضل يعني مقادير المدود، مقادير الغنن، وعنده في بعض الفصاحة في بعض الكلمات وأوزان الكلمات ولفظ الجلالة الله، وعنده أيضا مشكلة قطع الأصوات في بعض الكلمات، فإن شاء الله ينتبه لكل هذا المرحلة القادمة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. الله يبارك فيك حبيب، موفقين إن شاء الله. أسأل الله لكم العافية. ونختم مع السيد حسنيان الحلو. مثل ما فضلوا الأساتذة، الصوت المرونة موجودة في الذات، ما استخدمها هو طبعا يعني ما استخدمها صح، عفوا. العرب حلوة اللي عنده ممكن يستفيد منها بشكل أكثر، وأصل الخامة الصوتية اللي ممكن تجمع ذن كلهن كانت رائعة جدا، ما استخدمها. المقامات اللي ختم بها، المقام اللي كان بإشارة للبيات أو القبلة النهاوند، وكذلك ما بعد التوسط لما بدأ يأخذ البيات كان حلو. السيقاه كان عنده مشاكل به، فإذا ممكن يتمرن على ذني ويستمع أكثر، وإن شاء الله بالقادم أنا هم أتعلم إنجليزي وأجاوبك إن شاء الله. شكرا. هو بما إنه هلا مش فاهم إحنا شو بنقول يعني، ومش واضحة له اللغة، مو أنا أحكي يعني مجموعة لغات تدري، عراقي وعربي وسوري. شكرا للجنة التحكيم. شكرا محمد عثمان غني، أغنى الله قلبك بالقرآن دائما وأبدا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. تفضلوا.
مستمرون معكم مشاهدين الكرام، فاصل، كونوا معنا. من الأصول إلى الفروع تمسكت عائلة الحجار بكتاب الله، فكان منها الأطباء والمهندسون والخريجون، وقبل كل ذلك كانوا من القرآنيين. نتعرف وإياكم في هذا التقرير على قصة آل الحجار. أنا من مواليد 1943، لما فتحت عيني وجدت والدي الشيخ حسين عبو فليح الحجار الشمري كان خطيباً حسينياً وكان يتلو القرآن بكثرة، فسجلني أبي مع الطلاب، كنا نجتمع ويعلمنا التلاوة ويعلمنا القراءة والكتابة ابتداءً، بعدها ما مسجلين بالمدرسة. الحمد لله نشأت في عائلة دينية وقرآنية خادمة للثقلين، وأيضاً عائلة مجاهدة، فمنذ نعومة أظفاري كان أبي يعلمني وأعمامي أيضاً يعلمني تلاوة القرآن الكريم وحفظه. أشعر بالفخر وأنا أنتمي إلى عائلة قرآنية ومجاهدة وخادمة لمنبر الإمام الحسين عليه السلام، إذ أن جدي خطيب معروف في محافظة بابل والفرات الأوسط، وهو خادم الإمام الحسين منذ أكثر من 60 سنة، وكذلك أعمامي وأخوالي هم أيضاً خدمة للإمام الحسين وخدام القرآن الكريم. حقيقة شعور لا يوصف أن أنتمي لهكذا عائلة. لما صارت لنا لدينا الأحفاد ترعرعوا على هذا المنهج، وذلك يعود الفضل لله سبحانه وتعالى، وما توفيقنا إلا بالله. الحمد لله غير أخوي أشياء القرآن الكريم حياتي، بدراستي، بحفظي. يعني لما بديت أحفظ القرآن الكريم صارت أحفظ بدراستي صار عليه سهل شوية، مو مثل قبل. الحمد لله، الحمد لله تعالى، هذا شيء من بركات القرآن الكريم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وكما نحيي القارئ العزيز حسين الحجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم، أسأل الله لكم العافية. حياك الله، ويحيي أيضا اللجنة التحكيمية الموقرة والجمهور القرآن الكريم وجميع المشاهدين الكرام، أسأل الله تعالى قبول طاعاتهم وصيامهم إن شاء الله. حسين الحجار طبعا من الطلبة المجتهدين جدا بالتلاوة، ومن الطفولة كان يشارك وبالدورات أيضا وبالمشاريع اللي عندنا، ومنها اللي ذكرها أمير القراء عدة اجتهاد كثير. الحمد لله. ولكن فاجأنا لما قبل بكلية الطب العام، وبالتالي هذا التخصص يحتاج إلى معدل عالي، وهو وأسرته أيضاً الباقي كلهم على هالنهج هذا. فبالحقيقة أكو هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع، أنه هو حافظ القرآن وقارئ ومهتم بكل هذه التفاصيل، بالإضافة كيف يقسم وقته حسين؟ نعم، بصراحة سيدنا تقسيم الوقت، أنا أستغل أوقات العطل مثلاً الجمعة والسبت والعطلة الصيفية والربيعية، وآتي إلى دائماً إلى مشروع أمير القراء طبعاً في كل عطلة لكي أستفاد من جهود الأساتذة ومعلوماتهم. أما في أوقات الدراسة أكرس معظم وقتي لدراسة موادي العلمية. الله يبارك فيك. الله إن شاء الله سيدنا. دكتور حسين، دكتور حسين ما شاء الله أحسنت، وعائلة القرآن الكريم وعائلة قدوة، ونسأل الله أن تقتدي بها كل عائلات في العالم الإسلامي إن شاء الله. فكيف يعني تنصح وترشد العائلات التي ربما بعيدة عن القرآن الكريم، وأنت نشأت في عائلة قرآنية، ماذا تقول لهؤلاء العائلات من خلال هذا البرنامج وهذا النشاط إن شاء الله؟ حياك الله شيخنا. طبعاً القرآن الكريم هو بركة وتوفيق، فأوجه إلى جميع العوائل القرآنية للاهتمام بالقرآن، وخصوصاً الشباب بأعماري، إذ أن هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. فإذا اختلط القرآن بلحمه ودمه لا شك أن حياته ستكون فيها البركة والتوفيق. عفية إن شاء الله. بارك الله بيك حسين، أنا سعيد جدا أن أراك، ومنذ 2003 رافقنا هذه العائلة الطيبة، أضفتم إلى الحلة إضافات نوعية، الحمد لله، وكتبتم على جدارة الحياة هذا الرونق الجميل. الله يسلمك. أنتم عائلة الحجار، عائلة قرآنية فكرية معرفية. الحلة عرفت بمسارها العلمي
العلامة الحلي والمحقق الحلي، وفي المجال الشعري أيضا صفي الدين الحلي، وهكذا مجال قرآني أنتم أوجدتم مثابة أخرى في الحلة. فاستفدنا منكم والحلة استفادت منكم. الأجواء القرآنية في الأسرة كيف كانت؟ أنتم عكستم حالة قرآنية داخل الأسرة انتفع منها الناس، وبالتالي في أسرتكم جو قرآني. نريد أن نعرف هذه الشفافية القرآنية في أسرتكم. تفضل. نعم، حياك الله شيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. طبعاً جو العائلة دائماً جو قرآني حسيني، فالجميع مرة ينشد في أهل البيت في حبهم ورثائهم، ومرة بالآيات القرآنية يترنم. فالجميع الحمد لله إخواني وأخواتي أيضاً من قراء وحفاظ القرآن الكريم، فالجو يساعد في تلاوة القرآن الكريم. حيدر ومحمد كيف هم؟ عمامة. أي نعم. نعم. طبعاً الوالد وعم حيدر كلهم قراء حفظ، هم الأوائل الذين تعلمت على أيديهم. الحمد لله. سمعنا شيء؟ سمعنا أي شيء؟ خدمتكم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله 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 الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا علي. الله 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 الله. الله يسلمك. لا جاوبه جاوبه بإنشاد. الله لا جاوبه بإنشاد جاوبه بإنشاد. ما بيطلع قدام ما بيطلع. لا 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 جاوبه بإنشاد جاوبه بإنشاد. الله يسلمك. بالذل قد فافيت بابك عالما عالما أن التذلل عند بابك ينفع. الله الله. أحسنتم أحسنتم وأحسنت يا حسين. فيد تطبب الناس ويد أخرى تقرأ القرآن. إن شاء الله. هنيئا لكم هنيئا لكم، ونسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا للعتبة العباسية المقدسة على هذه المسابقة القرآنية، وإن شاء الله كل سنة وكل عام. إن شاء الله. سلام للأهل ولهذه العائلة القرآنية. سلام لل إن شاء الله. شيخ الوالد كلهم كلهم سلام كثير. الله يسلمكم. إن شاء الله يصل. الله يحفظك. حياك إن شاء الله. حياك الله حسون الورد. الله يسلمك. حياك الله دكتور. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. اكتشف الأهل موهبته قبل أن يتم أعوامه الخمسة، وتكفله الله فهيأ له كبار الأساتذة الذين كانوا يتطوعون لتعليمه بشكل مجاني. وبالرغم من صغر سنه، هو اليوم أحد أعضاء منتخب سوريا القرآني، وصاحب المركز الأول على مستوى سوريا في حسن التلاوة والأداء. من سوريا الطفل محمد أهيب النقشبندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق محمد أهيب النقشبندي من سوريا، وأترك التقييم إلى لجنة التحكيم بعد الشكر والامتنان لكم مع السيد كريم موسى، وسيدنا لكم التقييم. حبيبي مشكور محمد، الله يسترك إن شاء الله ويحفظ سوريا يا رب. صوت جميل وحضور أجمل وانتقالات صحيحة وإحساس يجعد على القلب، يعني أنا
ارتاحت. الله يحفظه إن شاء الله ويحفظ والده. فضيلة الشيخ عمر لكم الكلام. ما شاء الله محمد أهيب، أهبت وصرت هيبت القراءة وجعلت تلاوتك رائعة وممتازة، وهذا الذي نعرفه عن سوريا، سوريا الإقراء، سوريا الإتقان. فسوريا معروف عنهم إتقان الحروف وإعطاء الحروف حقها، وهنيئا لك حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، وهنيئا لوالديك حقيقة، فأنت ستلبسهم تاج الكرامة يوم القيامة. فما شاء الله، يعني حاولنا أن نعد الملاحظات ولكن خلت الملاحظات، فكنت رائعا وكنت متقنا وزادك الله إتقانا وحسنا وأداء. الشيخ محمد عصفور رأيكم. حياك الله حبيبي، أحسنت محمد، بارك الله بك حبيبي، ما شاء الله القراءة جدا رائعة وأداء مميز بالنسبة لعمرك. هل تحفظ شيئا من القرآن؟ نصف القرآن؟ ما شاء الله. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صلي على محمد وآل محمد. يعني بالنسبة لعمرك أداء جدا مميز، أتمنى لك التوفيق في المراحل القادمة. عندي ملاحظة بسيطة بس على القراءة، حرف اللام المثقلة، اللام المشددة، حاول بقدر الإمكان تعطيها صفة الانحراف والتثقيل، يعني شوية بتطلع منك خفيفة عايمة، الله الله الله، وانحراف كامل للنفس من جانب اللسان. هي على مدار القراءة اللام المثقلة عندك واضحة من أول ما بدأت لحد ما انتهيت، واجب علي تنبيهك لحتى تنتبه المراحل القادمة. أسأل الله لك التوفيق يا رب حبيبي، موفق. الأستاذ عماد رامي تفضل. يعني أنا شهادتي في مجروحة، كونه من سوريا وكونه أنا سافرت أنا وياه وأبوه اللي هو خلفي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني اللهم صلي على النبي، كان أكثر من رائع. انتقاله بين المقامات كان جيد، صوت ملائكي، يعني أنا بعتبره هذا الصوت ملائكي لطيف وسليم بالقفلات، قفلي عندك صاغ سليم ما في عليها أي غبار، إن شاء الله ربي يوفقك وبتنتقل لمرحلة تانية. الدكتور باسم العابدي لكم الكلام. أبدعت وتمنيت أن يقرأ الأساتذة شيئا. نعم. لك الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنت بس تعطيني إشارة أنا أقرر. تفضل تفضل. نعم. تفضلوا. السيد حسنين لكم الحديث. شكرا يا محمد، شكرا كثيرا. أولا طبعا الصورة، أول ما انتبهت إلى شكل محمد، هسه ممكن يعيني بها الشيخ محمد عصفور، أكو تسجيلات فيديوهات قديمة، فيديوهات قديمة للشيخ الحصري بهيك نظارة كلش قديمة، فحتى حركة العنق مالته لما كان يحرك أي نعم. أثناء الأداء كان صحيح. الشيخ الحصري نعم. لو تحدثنا عن الأنغام وأسيادها وكذا، لا يمكن أن نترك الطريقة الخاصة التي أوجدها بالخشوع الشيخ الحصري، فهو كأنما يسلك هذا المسلك يعني الشيخ الحصري، فلا يعني خوف عليه أبدا إن شاء الله. ومن جانب اسمه نقشبندي، يعني نعم. لقب النقشبندي يذكرنا. وما أدراك من النقشبندي، ومحمد سيد محمد النقشبندي رحمة الله عليه، ذلكم الذي قال لذب الحسين شهيد الطف، لما التجأ إلى الإمام الحسين هنا في أعتقد في الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي، وكان يلود بشباك الإمام الحسين وقال لذب الحسين شهيد الطف. أنا أطلب من سيد كريم وأستاذ عماد الله. إما يقرأنا مولاي إني ببابك الله قد بسطت يدي، أولد بالحسيني وبكيفكم بعد. تفضل مولاي. يلا تمام شغلة إلي. تمام تبدي ويا سيد كريم حتى نختم بالشغلة. لا 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 يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة، يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة، لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة، بقلبي ساكن وعلي ساتر إسلامك، بقلبي ساكن إيمانك وعلي ساتر إسلامك وعقلي حاضر
قرآنا عقلي حافظ قرآنا وكلامك ما أحلى سماع يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة الله 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 طابت هذه الحناجر لحب بني النبي لا يرتقي فكري بحب بني النبي لا يرتقي فكري يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر الله الله يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر وقد أتى مدحهم في سورة الدار يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما لبينا قدمنا السمع والطاعة الله 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 شكرا جزيلا للجنة التحكيم نعم وهجوا الآيات في الآذان والقلوب شكرا جزيلا محمد النقشبندي من سوريا على هذه المشاركة شكرا جزيلا تفضل حافظ للقرآن وأستاذ في علومه له عدة مشاركات في مسابقات دولية في تركيا وماليزيا ومصر من الهند رحبوا معي بالمتسابق منظور أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك كم منه مريب
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا
أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنصتنا لتلاوة طيبة للمتسابق منظور أحمد من الهند. شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة. فضيلة الشيخ عمر لكم الكلام. ما شاء الله منظور أحمد، كنت جميلاً وكنت رائعاً، وديت أداء راقياً لقراءة القرآن الكريم، وأبدعت وأمتعت في أدائك لكلمات القرآن الكريم، فلم تظهر العجمة التي في الهند، بعض الظواهر التي تظهر عند بعض القراء، فقد تخلصت منها وبلغت درجة الإتقان إن شاء الله تعالى. فنسأل الله لك التوفيق إن شاء الله، وأن تقرأ القرآن على شيخ يريك شخوصه، على شيخ مجاز بسند موصول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تأخذ السند بإذن الله تعالى، وتقرأ أهلنا من المسلمين في الهند، وتبلغ كلام الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. الشيخ محمد عصفور، رأيكم؟ أنا أتنازل بوقتي لسيدنا سيد. الله يخليك، الله يحفظك، الله يسلمك. أنا أقدم له وقتي. بس لا تريدني أترجم لك هندي شيخ. لا بس لا تريدني أترجم لك هندي يعني. إنجليزي تكلم إنجليزي. يتحدث بس هندي؟ أردو أردو. هندي هندي؟ تمام. إنجليزي إنجليزي لا. أنت لا نسيتها. تكلم إنجليزي. يعني أنا أحيي صراحة يعني شيخ منظور، هذا حضوره طيب في العراق، وبالتالي قد تكون هذه زيارته الأولى، ومحاولة طيبة، ولا شك أنها في ميزان حسناته. الملاحظات إن شاء الله تعالى هو يستمع إلى تلاوته، ومثل ما أشار أو يشير بقية الأساتذة يحتاج إلى تمرين أكثر إن شاء الله. السيد كريم موسوي، تفضلوا. صوت جميل وأداء طيب، الله يحفظه إن شاء الله، حبيب قلبي. الشيخ باسم العابدي، رأيكم؟ أحسنتم، وقفتم على كلمة قليلة وهو وقف غير صحيح، ولكن يشفع لكم طول الآية فهو وقف اضطراري. أمر آخر لا يتعلق بالأخ القارئ أريد أن يعني أذكر به أو أن أذكر به، في قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذه آية جدا مهمة بالنسبة لنا جميعا. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول شيبتني سورة هود، على هذه الآية، بسبب هذه الآية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة الكبيرة جدا، فتتعلق بالدعوة للتوبة والاستقامة، يعني يجب أن يستقيم المؤمنون والمسلمون لكي لا يشيب الرسول ويتألم الرسول ويتأذى. هذه مسألة مهمة يجب أن نلتفت إليها. بارك الله بك. بارك الله. الأستاذ عماد رامي، تفضل. حياكم الله أخي منظور، بارك الله فيك. كانت تخون القفلات في كل آية، القفلة تكون ضعيفة، القفلة يعني آخر الآية، فإن شاء الله رب العالمين هيك بتتحسن والأمور، وبس هذا ما بيمشي الحال لحتى يتدرب على القفلات. الله يبارك فيك يا شيخ. ياك الله. شكرا للجنة التحكيم، حقا في أكرم الشهور عند الله عز وجل هي فرصة للتأمل بجمال ربنا. منظور أحمد من الهند، شكرا جزيلا لكم. شكرا يا عزيزي. شكرا جزيلا. تفضل. أحسنتم حبيبي، أحسنتم. حياكم الله مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى اللحظة الأجمل التي ينتظرها المتأهل. نعم، استطاع أن يحوز على إعجاب لجنة التحكيم، وباقتدار تأهل من العراق أحمد جمال الركابي. مبارك مبارك عليك يا أحمد، ونراكم في حلقة أخرى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.